معظم. انت السبب يا لهوي. مش انت اللي عشان بتفسحي زي العصافير؟ قلت له زي العصافير مش زي الحمير. يا يلا بس حر. ده فكني خالص. ده انا لسه طالعه من الاجنس. الحمد لله. قدامي سنه قبل ما اتربى تاني. الحمد لله. يا ما بتعرفش تسوق قول لي. مش اول خروجه تعمل حادثه يا سمكين. ده انت سكر. الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقه يا اخويا. اسف. ايه النيله دي؟ ايه التقريبه اللي ملهاش لازمه دي؟ الحمد لله. يا واعية. ايه؟ ايه؟ ندردش بقى شويه. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف في ايه؟ يعني ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ بقولك ايه؟ كلميني انا. كلميني لو انت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسي. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبة ولا متراقبة ولا ايه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبة؟ لا. متجوزة؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبة. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تيوتا ما اشتكيتش. يعني تيوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام. ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا، جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. ده في اصل وشك. الدكتور قال لي هي فتله نسا. اخدها لك بالملقاط؟ قلت له سيبها تاخد العين. يعني بسم الله ما شاء الله عندي ديسك ولومباجو وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصة دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانة؟ فرحانة. انا احب الروماتيزم قوي. يا سلام. اه والله. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزازة تيك اواي. اشمعنى تيك اواي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت عنيف قوي قاسم. ليه؟ اه والله هذا اللي بدلعك. الله يخليك. بقول لك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك. اجي لك. خد. اكلمك في التليفون اي حاجه. ده الكارت بتاعي. اه. في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي. هاجي لك. يا ريت تدي زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على ستين. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في ايه يا ولية؟ بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ اسف. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. ممكن تمشي؟ نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الالكترونيه. مالها؟ هيشوشروا يا اخويا على سمعتي. يا سمعه. العسل. العسل. ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. يا ولية انا عملت عنف. والله انت عنيف قوي. طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحه بحريصه قوي في الملفات. انت اسمك مريم؟ اي. عاشت لسامي يا مريم. انا عندي بنت شبك بس مش عايشه معايا، عايشه في الحبشه. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشه. بصي انا دلوقتي داخله على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعه اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعه يا عينيا. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مره واحده؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسكو ولومباجو وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. وليه القصر العيني؟ انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزه ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبوه لي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي شكا 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 شكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه. مالك؟ يا الحلاوه دي بايديا. دي بتاعت ربنا يا عينيا. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا يلا يلا. مع السلامه. باي باي. باي باي. اقف عندك يا ولية. انت مالك؟ ما
محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يا دي الوكيل ويسدد الدين اللي عليه ويدينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعته لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت ليه ما عندكش دم؟ لا ايه ده، عيب عليك، انت الكبير بتاعنا. عيب. ايوه عيب عليك يا معقد. انت على فكرة يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشة. انت تعرفين منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب من الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحماية، ده ملجأنا وقت الشدة. وإذا كانت على الديون اللي عليه دي فإحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وأنا كنت اديتك وسددت ديونك، بس للأسف أنا مستعمر. خالد أنا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت انتوا الأربعة جنيهات هصرفه. حرام عليك يا راجل، حرام عليك أنت. ده الكبير. الكبير عليك أنت. خالد يعني وكيل نيابة؟ إيه الوكيل الوكيل اللي طالعين بالسما ده؟ أنا مش فاهم يا أخي. طب ما أنا قدامك هو ما ينفعش كبير عيلة؟ لا. ما ينفعش رئيس يا مدام؟ لا. ما ينفعش زعيم يا أنسة؟ لا. ما ينفعش أي حاجة؟ ما ينفعش أضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. إيه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم أخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا رد على واد حاقد بالطريقة دي. يعني قتلته ولا نقتلك؟ اقتل. لا، شيل إيدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا بعير. مريم عندها حق، وأنا ساعة الجد، الجد الحقيقي، لازم أقف وقفة رجالة، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري. انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله، ومالناش دعوه بالنسوان. وريني وقفه النسوان. ينيلك لسه هلم تاني. ادي شيك اهو، همضيه لكم وتروحوا تصرفوه. تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفة كلاب. سامعها يا كل العالم، يا كل الناس. انا يعني هن يعني هدفع يعني هدفع يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع هاني. تترلا لا 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 فضحتي امي. وانت عشان تسلفيني قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هن، وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي، ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه انا مش عايز اسمع. سيبيه بوك ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فلوسكم. مع السلامه بقى. انتوا عنواننا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي يا وكيل. ماشي يا وكيل. او كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعالى افرجك بقى انا اشتريت ايه. لسه بصرف فلوسك على الخردة؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحيات النحيات. لو جدع بقى تقول دي ايه؟ دي؟ اه. فرشة سنان. لا. ايه دي؟ دي كاميرا. بتصور دي؟ اه صورنا كلنا مع بعض يلا. بكام دي؟ دي بنص مليون جنيه بقى. يا لهوي. في ايه؟ يا لهوي عليكي وعلى العبط اللي انت عايشة فيه يا هند. ليه عملت ايه؟ يا بنتي فلوسك حرام عليكي. صحيح انت ما بتعبيش فيها وبتلاقيها في الارض، بس خليها تصعب عليك. ادي ولاد عمك المحتاجين لك. لا يا شحاتين، ما انا مدياكوا شيك اهو. شيك ايه بس يا هند؟ انت عارف انا جبتها ليه؟ ليه؟ عشان نفرح ونتبسط ونتصور صوره تذكاريه كلنا مع بعض بنحب بعض. يلا انا ومريم. لا 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 عليك يا مريم. انا وانت يا اسف. البنت دي فيها حاجه حاجه عجيبه. سيبك منها، هنتصور ونغزهم. يلا بصي. طب هروح اشوفها بس. لا عشان خاطر. طب ما تشيل يا ادي. صورنا صورنا انا وانت وهند. لا في اول مؤتمر بينا نبقى نتصور يا وكيل. طب تعالى بس نتصور احنا الثلاثه. اه صورنا يلا. انا مش هتصور بدي. ها ليه؟ بتطلع الصور ابيض واسود دي. طب وفيها ايه؟ ابيض واسود ده انا ابقى تاكسي كده. ايه ده؟ ايه ده تاكسي؟ اسف. طب تعالي انت يا هند. لا انا هروح احاسب التاكسي بسرعه. تاكسي ايه؟ جاتكم نيله في خبيكم حتى في الصوره بيختلفوا فيها في الصوره. يلا يا اخي.
كده يا جدعان؟ ايه الضلمه دي؟ انا نزلت في شراب اسود ولا ايه؟ ايه الكوكب العجيب ده يا رب؟ انا في زحل؟ لا زحل مش ضلمه كده، يبقى انا في عطارد. لا عطارد اتباع، احمد بهجة اشتراها من زمان. امال ايه ده؟ تراب؟ يبقى انا نزلت الارض. اللهم اكفني شر الارض وسكان الارض يا رب. يا رب اكفني شر الزحمه والنشالين والنبي يا رب. يا رب اكفني شر الدجالين، اهم ناس الدجالين اللي قرفنا في عيشتنا. اي حد يروح له يقول له عندي مشكله يا سيدنا الشيخ، يقول له تحت امرك يا باشا، نحضر عفريت ويمرمطوا اللي جابونا احنا بقى. ما يعرفش اذا كان العفريت ده نايم، قاعد مع مراته، رجله مكسوره، تعبان، لا انزل نروح نازلين على طول. ويا ريت بننزل على حاجات ليها قيمه، كلها مشاكل تافهه وعبيطه، وكلها من الحريم ما شاء الله كلها. واحده تروح تقول له يا عم الشيخ قول للعفريت بتاعك خطيبي مش طايقاه، شايفاه قرد قدامي، هو شكله ام وحش اصلا، قرد ايه؟ وكل اصحابك قالوا لك ده معفي، خدتيه ليه؟ واحنا مالنا؟ واحده تقول له يا مولانا قول للعفريت بتاعك شقتي بيحصل فيها حاجات غريبه، البياض بيقع لوحده، وانا نقاشه وليا نازل لك؟ بياض ايه؟ وواحدة تقول لي يا عم الشيخ كل يوم اصحى الصبح الاقي وشي مبلول مش عارفه من ايه، اروح اقعد جنبها اشوف ايه اللي بيبل وشها، اتاري جوزها طول الليل يتفرج على الدش، يقول يا سلام هي دي النسوان مش انت، تفوق عليها. يا اهل المكان يابا رميتوني فين يا ناس؟ انا حضر ابويا روحني. يا باهو يا باهو هنا هو هنا هو. عايزيه عايزيه عايزيه. والنبي سامحه اروحه؟ لا او ما تبقاش رخموه. قلت لك لا او. طب ورحمه عمته اختكو؟ لا او. ربنا ياخد سته وجده من بقك لباب السموه. يا اهل المكان من انس اوجان خدوا الامان. يا ستار ايه اللي طلع من الكاميرا ده؟ يكونش فيلم قديم محروق. يا جدعان مفيش حد هنا. يا نهار اسود هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده؟ ايه ده؟ لا دي نسوان. الله نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز، مزز ايه ووكسة ايه؟ يا حول الله يا رب دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي على في مصر. حياة أبوك؟ أو ربنا. اللهم لك الحمد، نزلت بلد الأمن والأمان، ما تتصورش يا وكيل، كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر، دي أملة أملة. ليا تلاتة قرايبي نزلوا الصومال طالع عين اللي خلفوه. لا أكل ولا شرب مرمطة. وبيجيبوهم في الأخبار عريانين بلبوصة يا عيني. والله وابن عمتي راح السودان بقاله سنة دماغه محشورة في الخرطوم، مش عارفين يجيبه. كهف الخرطوم. طب حد ينفخ من الناحيه الثانيه. واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشه راح الواد. والنبي انا في مصر. والله مصر يا سيدي وربنا. فين الاهرامات؟ الاهرامات اهي. فين النيل؟ اهو النيل. تعال تعال هنا هجيب لك كلمه نروح اوريك النيل. اوعدك طالما في مصر
كل طلباتك هتتحقق الا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. ايه هم؟ لا الصحه ولا النسكافيه. نسكافيه؟ بالراحة الساحة دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ أيوه. والنسكافيه هتقرفني بقى، هتقعد تقول لي ادعكولي شوية، فين المج بقى؟ وأنا مش أهواجي! أنا ما بحبش النسكافيه! أوعى تهزقني! ما بحبش النسكافيه! أنا ابن ناس فوق! وأنا ابن كلب تحت! اتفقنا؟ تعالى بقى أجيب لك إيه؟ أجيب لك فرنسا تلعب فيها شوية؟ أنا ما بعرفش أتكلم فرنسية! تعالى أوديك الصومال! عاوز تطلعني بلبوسه في الاخبار يا وكيل؟ انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك. انت اللي دخلك الكاميرا. ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام، وانت اللي طلعتني، عشان كده انا لازم ابقى خدامك. انت لطيف قوي يا الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عفروت. عاشق لسامي يا عفروت. الله يخليك. وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت. عفرت. ومدام عفرت عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله ربنا هتستظرف على امي شويه. لا والله. وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخليج. انا حبيتك ابن عمتي اهو. مالك؟ ده عفريت قريبي ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه سلم عليه. طب بوسه بوس عمه. بوس عمه بوس عمه بوس عمه. العب في التهبل ده. خلاص انت نزلت فين؟ انا جنبك كانوا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت هنبدأ. الف مبروك هاجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه واحد قريبه هشغله في نعمه. ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. شغالين على وسط البلد اليومين دول. دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ نعم. انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا، ممكن تدعك لي ظهري؟ ممكن، بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم وكيل. ها يلا حبيبي. يلا 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 بابا. اسمك عفروت؟ عفروت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي. عفروت احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي؟ لا ده بتاعي لوحدي. يلا حبيبي. عفروت احمد. يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بتضحكوا عليكم يا عبط. يلا يلا ده حتى